شفنا الليزر النهارده الموجود بقوه. ادي امامنا لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي. وادي ابو تريكه، يلا يا راجل يلا يا راجل يلا يا راجل. هو ده ابو تريكه، هو ده ابو تريكه. اللمسات اللمسات مع النيات، هنا اللمسات الحلوه مع النيات الحلوه. تمام للاهلي محمد ابو تريكه، هو دائما وابدا يسجل في المباراه النهائيه ويسجل هدفه الافريقي في هذه المسابقه رقم 32. ابو تريكه ابو تريكه ولع الملعب يا ابو تريكه، اسعد جماهيرك يا ابو تريكه، فرح المصريين يا ابو تريكه. ادي امامنا الكوره، شوف النادي الاهلي بقى نقلوها ومرروا الكوره. وادي الكوره عبد الله يسدد، وابو تريكه الكوره بتحبه، الكوره بتكافئه دائما وابدا. هو الرجل الذي ياتي بالحظوظ وبال يعني الالقاب اللي بتاتي من خلال بقى لمسات نفحات امنيات هي نيات لهذا النجم الكبير محمد ابو تريكه. بص شوف عبد الله السعيد، وشوف بقى هنا الكوره التقطها التقطها وعملها يا ولد يا ولد. ادي احمد شديد، احمد شديد يحاول، احمد شديد ادي امامنا الكوره. احمد شديد يلعب عرضيه حلوه وانتظرها عبد الله السعيد، استلم حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد احمد عبد الظاهر، احمد عبد الظاهر والظاهر اللقب اهلاوي، احمد عبد الظاهر يعلنها حمراء والهدف الثاني في الدقيقه 78. احمد عبد الظاهر، شفنا الكوره من شديد لعبد الله السعيد لاحمد فتحي لاحمد عبد الظاهر. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي يجيب الهدف الثاني، هدف لابو تريكه في الدقيقه 54 وهدف لعبد الظاهر في الدقيقه 78. لا تقول لي اورلاندو ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيمبي ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي هنا، الاهلي هنا يا ساده، الاهلي هنا يا ساده يفعلها في هذه اللحظات. عبد الظاهر يسجل ثلاث اهدافه في هذه المسابقه. ادي امامنا عبد الظاهر، لكن بص شوف عبد الله السعيد، لا احمد فتحي وعبد